وللوقوف عند ارتفاع الأمية في العراق إلى نسب مخيفة ومرعبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي العراقي الدكتور حارث عبود. دكتور حارث، مساءكم خير، سعيد بالتحدث معكم. دكتور حارث، منظمة اليونسكو تتحدث عن نسبة الأمية في العراق وصلت إلى 47%، طبعا بطبيعة الحال هي نسبة عالية جدا، لكن السؤال الذي يطرح هنا: ما الذي أدى بالتعليم في العراق لهذه الحال؟ هل تعتقد أن الخلل في المناهج، في الأسرة التربوية التعليمية، في الوضع الاقتصادي، في الوضع الأمني، في الوضع المجتمعي، تفكك الأسر؟ تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، تحياتي لك أخي الكريم والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة كل ما ذكرت يمكن أن يكون عوامل متضافرة للوصول لنتيجة من هذا النوع. أنا أعتقد أن هناك يعني محاولة لتجهيل المجتمع بشكل كامل، هناك غياب كامل للإرادة الوطنية لدى القطاعات المتخصصة وغير المتخصصة وحتى المؤسسات المعنية، غياب للأهداف الوطنية الواضحة التي توصلنا في نهاية المطاف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي وبمستوى المعرفة بشكل عام في المجتمع. هناك محاولة للتجهيل، يعني نحن نرى العديد من البرامج التي تدعو إلى لهذا التجهيل، يعني من قراءة الكف إلى قراءة البخت إلى يعني الحديث بالغيبيات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه محاولة لتجهيل المجتمع بشكل كامل. بالمقابل نجد أن هناك ضعف اهتمام، بل ربما يكون هذا الضعف بالاهتمام مقصودا بشكل واسع. المدارس دمرت من خلال الحروب ولم يعد يعني إليها أهلها، طلبتها، مدرسوها. يعني هذا التدمير المستمر للبنية التحتية التعليمية قد أدى بوجود عشرات إن لم نقل مئات الألوف من الطلبة في سن التعليم خارج المدارس. يعني أنت تعلم أن نسبة من هم في سن التعليم، يعني من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الثانوي، تصل إلى حوالي 27% من المجتمع. و27% من المجتمع كانت تخضع في عقد السبعينات وعقد الثمانينات إلى التعليم الإلزامي والتعليم المجاني، وكانت سنة الهدف في عام 1980 1981 أن يعم التعليم جميع شرائح المجتمع بنسب عالية تتجاوز 85 للإناث و95 للذكور. وهذه يعني بمعنى آخر أن الأمية التي يتحدث عنها تقرير اليونسكو هي بمستوى يتجاوز الأمية التي كانت قبل 50 عام في العراق. هذه قضية مرعبة. طيب دكتور، تعتقد أن بقاء هذه النسبة المرتفعة المرعبة في العراق على حالها، تعتقد مستقبلا سيخرج جيلا لا يقبل التفاهم، لا يهضم الرأي الآخر، وبالتالي يقوده إلى التعصب، والتعصب يؤدي إلى دفعهم إلى حمل السلاح؟ يعني الغير متعلم هو عبارة عن وعاء فارغ يمكن إملاؤه بأفكار غير منطقية دكتور؟ شوف، يعني هو معروف أن نهضة أي أمة، نهضة أي مجتمع تبنى على أساس حجم المعرفة وعمق الثقافة التي تسود في هذا المجتمع، وبالعكس أيضا التخلف والجهل يقودان إلى تخلف المجتمع وتراجعه وانهياره. ليس انهيار المنظومة القيمية فقط، ليس ظهور التناحر والصراعات السياسية والاقتصادية والعرقية وإلى آخره، وإنما إلى التخلف والانهيار الكامل. لاحظ يعني نحن لا نتوقع أن يحصل في المستقبل ما تقول به حضرتك. هو حاصل الآن. النزاعات قائمة، الجهلة يعني يتصدرون المشهد، الثقافة والمثقف والمدرس والمسؤول عن الـ 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 يعني
العمل في هذا الميدان من المتخصصين ومن الناس الأكاديميين لا يحظون بما ينبغي من رعاية وعناية، وهذا ما يقود فعلا إلى ما تتفضل به. يعني الخبرات الوطنية غادرت أماكنها، خلينا نقول نسب عالية من عندها، واضمحلت الفلسفة الاجتماعية التي يمكن أن تقود البلد إلى تحقيق أهداف واضحة في ظل يعني صراع النخب. أنا ما أسمي صراع مجتمعي، لأننا ما زلنا والحمد لله بعيدين عن الصراع المجتمعي. الصراع ما يزال في تقدير المتواضع هو صراع النخب، هو صراع تيارات سياسية وأحزاب سياسية على السلطة وعلى المال الفاسد وعلى المصالح الفئوية على حساب المصالح الوطنية. هذه هي الطامة الكبرى أو الآفة التي تؤدي بالتعليم إلى الانهيار. نعم. طيب دكتور بعجالة، بعد إذنكم، طبعا هذه النسبة 47% نسبة الأمية في العراق، تراها مقصودة أم هي خارج إمكانيات الدولة الحالية؟ يعني لو كانت هذه النسبة هي نمو طبيعي للأمية عبر عقود متتالية كان نقول هذه نسبة نمو طبيعية، لكن هذه الأمية كانت قبل 40 عام نفس المنظمة، منظمة اليونسكو، تمنح العراق جائزة، هي الجائزة الأولى في العالم لحملة محو الأمية اللي قادها العراق في ذاك الوقت، واعتبرت نموذج يحتذى به في العالم. لما تزداد الأمية، الطبيعي أن تتراجع الأمية، لما تزداد الأمية يعني معناه أن هناك قصد واضح بأن تتراجع هذه المؤسسة التعليمية عن أداء دورها، وتمنح للأمية اتساعا يوما بعد يوم، عقدا بعد عقد. من عمان الأكاديمي والعراقي الدكتور حارث عبود، شكرا جزيلا لكم.